إنما الذي بناه بنص القرآن هو من؟ إبراهيم عليه السلام. من يشاركه في ذلك؟ إسماعيل عليه السلام. ومن يشارك في البناء أيكون شابا أم طفلا؟ يكون شابا. أما الطفل فإنه لا قدرة له ولا استطاعة له في ذلك. ومن ثم فإن ما يذكر من أن إسماعيل كما روي عن علي لكنه لا يصح من أنه كان حال وزمن بناء إبراهيم عليه السلام للكعبة أن إسماعيل كان طفلا صغيرا رضيعا، فإن هذا لا يصح.